على الرغم من ارتفاع الإيرادات، تراجعت أرباح شركة رايا لخدمة الاتصالات المصرية في أول 9 أشهر من العام الحالي. نتعرف على كل التفاصيل في الأرقام. إذن بداية، إذا نظرنا في صافي الأرباح، نلاحظ أنه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي انخفضت بأكثر من 60% وبلغت حوالي 7.8 مليون جنيه، على عكس الأرباح التي سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت قد تبلغ الأرباح 20 مليون جنيه. انتقالا إلى الإيرادات، الإيرادات جاءت على عكس الأرباح في أول 9 أشهر من العام الحالي، نلاحظ أنها ارتفعت بأكثر من 50% وسجلت حوالي 848.2 مليون جنيه. أما بالنسبة للربع الثالث من العام الحالي، نلاحظ أن الشركة تحولت للخسارة وتكبدت خسائر فاقت 6 ملايين جنيه. على وقع هذه النتائج المالية، كيف تفاعل اليوم سهم رايا لخدمة الاتصالات؟ نشير في البداية إلى أن ربحية السهم انخفضت بنسبة 50% من 8 قروش إلى 4 قروش. ولكن إذا نظرنا بشكل عام إلى قطاع الاتصالات في مصر، نلاحظ أنه حقق طفرة في مؤشراته بشكل عام، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بفضل خطة مصر للتحول الرقمي التي قامت بمشاريع استثمارات فاقت أو وصلت إلى 50 مليار جنيه. ولكن أخيرا، إذا نظرنا اليوم في سهم رايا لخدمة الاتصالات على وقع كل هذه النتائج، نلاحظ أنه ارتفع بشكل طفيف بحوالي 0.5% وأغلق اليوم عند حوالي 2.5 جنيه. إذا هذه كانت بشكل عام اليوم التفاصيل بشأن النتائج المالية لشركة رايا لخدمة الاتصالات المصرية.